ما حكم جمع الشعر من الأمام في جهة معينة، وذلك بأن تفرق المرأة شعرها من الأمام باتجاه المائل، وهل يعد عمل هذه المرأة من المائلات المميلات؟ أولا يجب على المرأة في تصحيح شعر رأسها وتحسينه أن تتجنب شيئين. الشيء الأول أن تتجنب قص شعر الرأس حتى يكون كشعر الرجل، وذلك لأنها إذا قصت شعر رأسها حتى كان كشعر رأس الرجل صارت متشبهة بالرجال. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. ثانيا أن لا تصلحه على وجه يشبه شعور نساء الكفار، فإن ذلك حرام لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وبناء على هذا نقول: إذا أصلحت المرأة شعر رأسها على وجه سليم من هذا فإنه لا بأس به، لكن قد ذهب كثير من العلماء إلى أن المشط المائلة تذكر في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، قوم معهم سياط كعناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. فقالوا إن هذه المشطة المائلة تدخل في قوله مائلات مميلات. كذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى أن قص المرأة في رأسها مكروه بكل حال، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. وذهب آخرون إلى تحريم قص المرأة في رأسها إلا في حج أو عمرة. بارك الله فيكم.